بتمويل وطني خالص وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج أول مسح صحي للأسرة المصرية يقوم به الجهاز لبناء قاعدة بيانات شاملة. يعتبر المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من المسوح المتخصصة المهمة لما يوفره من بيانات ومؤشرات في مختلف الجوانب المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية والصحية للأسرة، حيث تعتبر بيانات هذا المسح ثروة معرفية كبيرة لأنها تخدم أغراض التخطيط والتنمية. المسح تضمن العديد من المؤشرات الهامة جدا، أهم النتائج أو المؤشرات هو معدل إنجاب. معدل الإنجاب في مصر وصل إلى 2.85% طفل لكل سيدة خلال مرحلة أو خلال العمر الإنجابي لها. المسح الصحي ينفذ للأسرة كل 5 سنوات حتى يتم تحديث وتجديد قواعد بيانات عن صحة الأسرة، وبناء عليها يتم رسم السياسات والخطط الاستراتيجية للدولة. تم تكوين لجنة فنية للتأكد من الاستمارات والبيانات ومراجعتها من قبل لجنة فنية من وزارة الصحة جميع الوزارات المعنية. ابتدينا في أغسطس لجمع البيانات للتدريب وجمع البيانات اللي استمر لغاية أوائل يناير 2022، وبالتالي ابتدينا بعدها التحضير يعني التقرير الأولي والنتائج اللي بتطلق اليوم. تأتي أهمية هذا المسح في توفير قاعدة معلومات ومؤشرات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية وسد الفجوة في هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد في التخطيط لعديد من البرامج ومن أهمها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.